يا إخواننا، لو أننا واكبنا تربية غزة بتربية مواجهة لكانت الحدود الأربعة الآن تنغل على الكيان الصهيوني مجاهدين يقضون مضاجعه وينطلقون إلى كيانه يهزونه، فلا تكون غزة التي تعاني ألم شوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، إحقاق الحق، تحرير المقدسات، لا بد له من شوكة، نحن نعلم ونقر، لكن كيف نوجه هذه الشوكة ونخفف آلامها؟ بأن نوزعها علينا جميعا. أما إن كانت بظهر فئة قليلة فتكون قاسية كما نرى القسوة الآن، لكن إذا كانت هذه الشوكة تصيب كل واحد منا فستكون آلامها آلام شوكة.